يبعها وكل العرش لعبها ببيرو بعها ببيرو بعها وبدغو لذكيني ما يلي غيبها سلذق برنوس دي سيالة يزيزين ميزيت حبير القوت. أصدقاء موقعنا مغرب مستقبل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إطار برنامج نادي سابونتازا الإعلامي للتعريف بالمبدعين المغاربة. نلتقي اليوم شخصية مهمة من الحسيمة من المغرب طبعا، وهو مبدع عصامي كون نفسه بنفسه، هو شاعر وأديب وناقد أيضا في مجال اللغة العربية. بسم الله نفتتح هذا الحوار. أولا عرف بنفسك باختصار سيدي الفاضل، ثم قل لنا باختصار كذلك كلمة عن تجربتك في هذا المجال. تفضل. بسويق شاعر وكاتب ومتقن الثقافة الأمازيغية، اهتمامتي الواسعة في هذا المجال تاع الشعر، اعتبارات إنسانية، اعتبارات حضارية، اعتبارات فكرية وإبداعية. هذا المجال لا يستحق التهميش، لا يستحق التماطل، لا يستحق التناسي. كونه يجسد مستويات حضارية وإنسانية وثقافية، ويجسد أيضا تاريخ هوياتي وتحسين للذاكرة، ذاكرة وطنية ومحلية، لا في بعدها الريفي ولا في بعدها الأمازيغي ولا في بعدها المغربي والمغربي. جميع المكونات، مكوناته. نتمنى للناشئة المغربية بشكل عام تطلع عليه وتكون لها معرفة واسعة وشمولية في هذا المجال. إسوة بالشعر العربي الآخر، نعم، المتواجد، نعم، في الكتاب، نعم، المدرسي. وهذا من السهل بالإمكان أن توفرت الشروط، نعم، والإمكانيات البيداغوجية والتربوية ومع حصول رضا والنية للدولة والمسؤولين في المجال. شاعر مفهوم. الآن باختصار إذا كانت لديك قصيدة قصيرة بالأمازيغية اقرأها علينا، قصيدة قصيرة ثم ترجمها لنا، ترجم لنا معنا. تفضل. قصيدة صغيرة حول الحسيمة. الحسيمة ذا المراح ثم سوى قضروط تبقي لهلا غسل جضروط بسرن خاف موسان موذن شمت شطوط وسان دي مبسرن فسن شمت فتوت. نوصف في هذه القصيدة الوصف للحسيمة باعتبارها حمامة بيضاء تشبيها بالبحر والمجال الطبيعي، ذاك المجال الهادئ، تلك الإنسانة المتخلقة الجميلة المتواضعة كما حال أهلها، نعم، منذ القدم. وشكرا لموقعكم. شكرا. شكرا أخي الشاعر المبدع سي محمد سويق. في الحقيقة شوقتنا إلى المزيد من الاستماع إلى أدبك الأمازيغي، سنلقاك مرات أخرى وخاصة في الديوان الصوتي للشعر الأمازيغي الذي نزمع إنشاءه في موقعنا مغرب المستقبل. مرحبا بك. شكرا. وشكرا على هذه الفرصة. إلى اللقاء.